السعودية للمدينة. أنا في دوري في الاستقبال بتاع الجمهور طبعا، انت عارف الزمالك بره في الخليج بيبقى ليه شعبيه كبيره وبتاع، تفرق معاكوا ده يا صبري؟ طبعا تفرق كتير طبعا. الناس بتستقبلنا كويس جدا، يعني الناس يعني كتر خيرهم بيسوقوا شغلهم بيسوقوا كل حاجه بيشجعوا الزمالك حاجه كبيره جدا. بس الشركه كانت مستر فيرا كان طبعا سعيد بعد الماتش الثاني بالذات. لا الشركه صراحه كانت شركه عامله صراحه، شركه مفروض كل حاجه ما تصرفش اي حاجه. يعني المعسكرات يعني اللي احنا عملناها جدا سهله فيها جدا جدا جدا. وده برضه قعدت في الملعب يعني على اي برضه يعني بالنسبه لك بتاع الانتباه كان على الشركه في نص الملعب شافني كبيره بين الشعب التوسط الدنيا. لا لعبنا بس مع فيرا كان اول حاجه رسمي تقريبا جسمه ظهر تحت الكار. لا كان في ماتش ضدي ما كانش ودي. كان في ماتش ضدي كان ماتش شاف ان في تفاهم بيس. بالظبط نعم. غير كده هو ضربكم عليها صبري قبل الماتش؟ لا هو كان زمان كان شغال معانا شغل كويس جدا، وقبل السيف كمان كان شغال معانا الشغل ده. يعني شغلنا شغل كتير، ازاي نقف دفاعيه ونصنع نقف وازاي تحركات وازاي مين يطلع ومين يزيد ومين يقف مكانه ومين يغطي للتاني. بالظبط عشان كده كان بان شكلنا حلو في الملعب، كنا واقفين يعني اللعبه كلها قريبه من بعض. طب انت افضل ماتش شايفه في الماتشين كمان الثاني ولا الاولاني؟ الثاني. ليه بقى؟ احنا علينا في المستوى نظاميا، مستوى الكرة على الارض وكل حاجه علينا فيها جامد يعني الماتش الاولاني. والمنافس يعني حتى السلبيات اللي احنا عملناها الماتش الاولاني ما عملناش الماتش الثاني. انا اتكلم مع اللعيبه كلها وقال معسكر كويس من الطريق بشكل كويس وان شاء الله يبقى مستوى كويس في الدوري. طب انت بتلعب في تحت يعني هو المره دي كان بيلعب لا هو كان بيلعب مهاجم كان سايب كده براحته. عمر محمد نعم قول احترام. لا لا مفيش والله عمر بيتكلموا عليك من دلوقتي. طيب بيتكلموا بس مفيش حاجه. عمر تعال من هنا.